اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزول الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان، اللهم وكما بلغتنا إياها فارزقنا فيها حسن الصيام والقيام. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ما قسمت في هذه العشر المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليلة القدر، فيكتب له عظيم الأجر، ويمحى عنه كل ذنب ووزر. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين،
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل هذه العشر عشر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم أدم عليه نعمة خدمة الحرمين الشريفين، واجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، واحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها ورخاءها واستقرارها. اللهم وفق جنودنا المرابطين على حدود وثغور بلادنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم يا رب تسليما كثيرا.